السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، آخر أخبار الرياض طيب. إلى العناوين. الوداد الريادي يختار مهاجما رجويا لتعويض رحيل الكتبي، وهذا ما اشترطه جاموندي للتعاقد مع الوداد البيضاوي. إلى التفاصيل، الوداد الريادي اختار مهاجما رجويا سابقا لتعويض رحيل الكعبي. يتجه فريق الوداد الرياضي إلى التعاقد مع اللاعب السابق للرجاء البيضاوي محسين ياجور والهداف الرجاوي السابق واللاعب السابق للفريق الأحمر كذلك لتعزيز خط هجومه في الميركاتو الشتوي الحالي، وتعويض رحيل أيوب الكعبي الذي سيعود إلى أحضان فريقه بالدوري الصيني. ودخل الوداد الرياضي في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب من أجل إقناعه بالتعاقد مع الفريق الأحمر، خاصة وأن تجربته رفقة ضمك السعودي لم تكلل بنجاح، ويحاول مدرب الفريق السعودي إبعاد لاعبيه الأجانب وتعويضهم بآخرين، الأمر الذي سيضع ياجور وزميله حدراف خارج حسابات الفريق. ويصر الوداد على التعاقد مع محسن ياجور لاستغلال الخبرة الكبيرة في الدوري الاحترافي، خاصة وأن الفريق الأحمر يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم جاهز معتاد على أجواء التباري بالدوري الاحترافي بدلا من التعاقد مع مهاجم يحتاج إلى فترة من التألق والتأقلم مع الفريق في الدوري المغربي. وياجور كان قد توج هدافا مع الرجاء للموسمين وسجل هدفا رائعا في مرمى الوداد البيضاوي في الديربي في الموسم الماضي. وبخصوص تعاقد الوداد البيضاوي مع المدرب السابق لحسنية أكادير جاموندي، فقد حل أمس الاثنين بمدينة الدار البيضاء المدرب السابق لفريق حسنية أكادير ميخائيل جاموندي للتفاوض مع سعيد النصيري رئيس الوداد البيضاوي في أفق شغل منصب مشرف عام على النادي الأحمر. وكشفت المصادر أن جاموندي جلس مع سعيد الناصري في جلسة تفاوضية عرض فيها كل طرف وجهة نظره وشروطه للتعاقد. وذكرت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي لم يتم التطرق فيه إلى المسائل المادية، فإن جاموندي وضع شرطا أساسيا للاشتغال بالوداد البيضاوي وهو منحه بطاقة بيضاء في الأمور التقنية الخاصة بالفريق الأحمر ودون التدخل في أعماله من أي كان من أعضاء الفريق. ومن المنتظر أن يعقد الطرفان اجتماعا ثانيا مساء اليوم الثلاثاء للاتفاق على كل بنود العقد الذي سيجمع الطرفين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة.